تعمل قيادة خفر السواحل على توفير السلامة بكافة صورها وتنظيم الحملات التوعوية لمرتدي البحر خصوصا خلال فترة الصيف، وذلك ضمن منظومة متكاملة للشراكة المجتمعية وسعيا لتعزيز السلامة البحرية. ضمن منظومة متكاملة للشراكة المجتمعية وسعيا لتعزيز السلامة العامة وتحديدا السلامة البحرية، تعمل قيادة خفر السواحل على توفير السلامة بكافة صورها لمرتادي البحر من المواطنين والمقيمين خصوصا خلال فترة الصيف. وفي هذا الإطار يتطلب الأمر الالتزام بالضوابط والشروط المحددة عند استخدام السفن الصغيرة والدراجات البحرية، وهو واجب يجب التقيد به حفاظا على أمن وسلامة الفرد والمجتمع. هناك العديد من إرشادات السلام البحرية الخاصة بمرتدي البحر اللي يجب عليهم أن يلتزموا بها ويتقيدوا بها. لعل أبرزها بالنسبة للدراجات المائية هو التقيد بارتداء سترة النجاة طوال فترة الإبحار، والتقيد بالحمولة المخصصة للدراجة المائية. كذلك يجب عليهم تجنب الاقتراب من المناطق المخصصة للسباحة، طبعا مع صدور قانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلام الخاصة بالسفن الصغيرة، أصبح من الإلزامي تسجيل الدراجة المائية لدى شعبة التسجيل والترخيص بقيادة خفر السواحل، وأصبح الفحص الفني أمر إلزامي أيضا على الدراجات المائية بقصد السلامة. وهذه الإرشادات والسلامة الخاصة موجودة على المواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية والخاصة بقيادة خفر السواحل، وأيضا احنا نقوم بزيادة التوعية والتثقيف لمرتادي البحر من خلال نشر هذه الإرشادات على وسائل التواصل الاجتماعي أو نشر عبر كتيبات أو مطويات، وكذلك التذكير بها في أسبوع حرس الحدود وخفر السواحل الذي يقام كل عام في مختلف دول مجلس التعاون. وفي السياق ذاته يجب على مرتدي البحر التقيد بالإرشادات التوعوية واتباعها بشكل أساسي، وهو أمر بالغ الأهمية للحد من الأخطار واتخاذ الاحتياطات الضرورية من قبل مرتدي البحر، إذ تعمل قيادة خفر السواحل على تعزيز التواصل مع الجمهور وتنظيم الحملات التوعوية. والله النصايح اللي تقدمها خفر السواحل ما شاء الله ممتازة يعني، ويركزون على اللايف جاكيت وسترات اللي هي سترات النجاة، واتمنى يعني الكل يمر عليه إذا شاف نقطة يسجل، لأن هاي لسلامة الجميع، وإذا طلعت في طراد أو يخت أو هذا تكون عندك سترات نجاة متكاملة كامل، وعدة السلامة مثل الليت وحركات هذه لازم تكون عندك، وأصحاب الجتسكيات يعني مرتدين البحر رجاء كل الرجاء ان الجاكيت تلبسونه لسلامتكم انتون، يعني عشان لو لا سمح الله طحت من على الجيتسكي بعد لازم تلبس ده هذا المفتاح السيفتي عشان ان الجيتسكي ما تتباعد عنك، وعشان لو طحت تبند الجيتسكي ولا تعرض نفسك وحياة الاخرين للخطر. تتابع قيادة خفر السواحل جهودها لحفظ الأمن والسلامة البحرية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن الشامل والسلامة العامة، والتي تكتمل بتعاون المواطنين والتزامهم بما تتطلبه اشتراطات السلامة، والتي تمتد من مصلحة الأفراد ذاتهم إلى مصالح المجتمع ككل.